وللحديث عن تداعيات متحور أوميكرون وفيروس كورونا على العراق وسط انهيار القطاع الصحي، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا بك أخي العزيز، تحياتي لك ولجميع المشاهدين. حياكم الله دكتور. بغداد كما قرأنا قبل قليل تسجل إصابتين مؤكدتين بمتحور أوميكرون، في ظل الوضع الصحي والاجتماعي في العراق، كيف ترى منحنى انتشار الفيروس المتوقع في البلاد؟ لو نلاحظ يعني في خارطة موجودة بالإنترنت، وهي موجودة ومثبتة حتى بمنظمة الصحة العالمية، أنه عدد أو مستوى التلقيح في العراق هو يعني الذين تلقوا الجرعتين هم 21%. 21% هذا لما يكون مستوى التلقيح بهذا يعني العراق في ذيل القائمة من بين الدول، ستكون هنالك للأسف زيادة في عدد الإصابات وزيادة في عدد الرقود في المستشفيات، وهذا راح يأثر على فعالية المستشفيات وراح يكون ضغط على الكادر الطبي فيها. الأسباب هي معلومة، حضرتك ذكرتها في تقريرك. أولا الإقبال الشعبي للقاح جدا بطيء، يعني هاي النسبة 21 نسبة مخجلة الحقيقة. تردي البنى التحتية يعني وعدم مواكبتها لمجالات التطور الهائلة في الصحة والعلم، يعني العالم وين وصل وإحنا وين واصلين. النمو السكاني الكبير للعراق 40 مليون نسمة، ترى هذا عدد جدا كبير. عدد المصابين الآن في العراق هو الكلي هو 1,100,518 إصابة. العراق في التسلسل العالمي رقم 27، نعم. يعني بعدد الإصابات في فيروس كورونا. نقطة أخرى الاختلاط والتواصل المجتمعيان، ما حد يعني يتابع أصول السلامة وال يعني التباعد الاجتماعي. السياحة الدينية التي كثرت بشكل كثير خلال هاي الفترة الأخيرة، يجونا كثير، اجوا للعراق كثير من الزوار السائحين الى العراق، وهذول اغلبهم ما حد بيهم سوي بي سي ار تيست ولا حد مسوي بيهم اي شيء، اكيد نقلوا هذه الاوميكرون. عدم وجود شفافيه في اعلان عدد الاصابات الحقيقي. انا اكد لك اخي العزيز، خلال الاشهر الاربعه الاخيره كثير من زملائنا الاطباء توفوا واللي انا اعرفهم، وهذا كلها بسبب عدم وجود شفافية، معناها أنه هنالك عدد كبير من الإصابات. والآن قد تكون الأمور مختلفة دكتور عرفان في ظل وجود أوميكرون الأكثر انتشارا كما هو معروف. بالتأكيد. ليش إحنا أنا واحد من الناس اللي حقيقة بلغت وقلت أنه يجب أن يزداد عدد اللقاحات في دولة كالعراق، لأن العراق الآن مفتوح، منافذ الحدودية مثل ما يعني مفتوحة، يعني الإصابات لو كان الشخص يتلقى الإصابة وهو ملقح ما راح يصير بشيء. أنا أكلمكم اليوم أخي العزيز، أنا في اليوم الرابع من الـ من الـ من الخامس من الـ من الـ من الايزوليشن، أنا مصاب بفيروس كورونا لكنه ما ظهرت عندي ذيك الأعراض، هاي الإصابة الثانية. نعم. لم تظهر عندي الأعراض اللي المخيفة القاتلة. الحمد لله على سلامتكم دكتور. الله يسلمك أخي دكتور. يعني السؤال المتعلق باللقاح في الحقيقة هو سؤال محير، يعني نحن نتكلم عن 21% من الملقحين بجرعتين، هذه النسبة القليلة تطرح سؤالا مهما. أولا، لماذا يفتقد العراقيون إلى الدافعية لأخذ اللقاح؟ وفي الشق الآخر من السؤال، لماذا تفشل الحكومة في إقناع العراقيين بالذهاب للقاح، على الرغم من أنه أثبت اللقاح عالميا أنه عدد الإصابات تقل، وحتى لو أصيب الإنسان كما تفضلت فتكون الإصابة خفيفة؟ أخي الكريم، هذه النسبة 21، أنا أؤكد لك أنه هذه النسبة غير صحيحة، قد يكون أقل. نعم. لأنه كثير من العراقيين اشتروا اللقاح، اشتروا الكارت مالت اللقاح على انه هم ملقحين حتى يسافرون خارج العراق. انا اكد لك انه هذه النسبه مو صحيحه. نعم. هذا بما معنى انه هنالك فساد، هذا الفساد المستشري في كثير من دوائر الصحه في العراق، اللي يعني شنو، انا ابيع كارت انه هذا الشخص ملقح وهو غير ملقح،
زين، هذا هاي وحده. الشغله الثانيه، الحكومه ما ملتفته الى شيء اسمه توعيه الفرد العراقي يعني لمكافحه الكورونا او اي شيء. بالعكس هم يشجعون على السياحه الدينيه وما عندهم اي مشكله، ويتباهون بالزياره المليونيه اللي تصير، وتشوفها بالتلفزيون وكانما يعني لا 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 ماكو اي شيء اسمه اجراءات السلامه والامان. نعم. الحكومه ما ملتفته الى هذا، ما ملتفته الى شيء اسمه بناء الفرد العراقي للاسف. ما مهتمه الى صحه الفرد العراقي. وبالدليل على هذا لو يصاب اي مسؤول من مسؤوليه الحكومه ما يطلب العلاج في العراق، يروح خارج العراق لانه عدة الإمكانية وما يهم الشعب العراقي. هاي وحدة، هاي شغلة إحنا نعرفها وللأسف يعني للأسف قاعد. وصلت الفكرة دكتور. أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري، شكرا جزيلا لك.